الزرع والطرع بقت كلها زباله، واحنا ما احناش عارفين ننام خالص من الزبال. يعني ما يجوش لاش يعملوا يشيلوا الزباله اللي مقاومه ديت، وحاجه بقت قره. ما بنعرف حتى العيال اللي بقت في امراض على طول، وبقى مرضانين وتعبانين من الزباله اللي محوطانا من كل حته. ما فيش حد شايل زباله خالص. ليش ما يخلوش منظر البلد حلوة، يلموا الزبالة اللي فيها ويلموا القرف اللي فيها، اللي مش عارفين ننام من الناموس. احنا عندنا هنا في ملحية على جمعة الزبالة، الزبالة ما بتشتغلش. كلمنا مسؤولين كتير وقال لك هنعمل، وانا بي دي تي كركات وبتاع تشيل نعمل لنا نارتين. وهنا زي ما انت حضرتك شايف الزبالة، ما بنعرفش ننام من الناموس والبتاع والقرف بتاع الزبالة. وكلمنا كتير في الموضوع ده، ما فيش اي حد سائل في اي حاجة، ومش عارفين بقى نشكي لمين ونقول لمين. شايف الزباله عامله ايه؟ احنا عايشين وسط الزباله دي كده، ما قاعدين كذا شهر ولا في مسؤول بيسال ولا في حد بيجي يسال علينا. الزباله دي جايبه لنا الامراض، جايبه للعيال مرض، الناموس طول الليل بيجرس فينا، ومعناش فلوس نجيب اي حاجه يخشين الناموس دي. احنا مش بني ادمين، احنا بهايئ مش والله ما عارفين نعيش ولا عارفين ننام ولا عارفين نقعد. الناموس ليل ونهار مش عارفين نقعد منه، والاولاد حتى ما بيعرفوش حتى يلعب، يطلع يلعب من الزباله والقرف والريحه. ما تقدرش تعيش هنا دقيقه واحده، لا ريحه فظيحه. ما تقدرش تعيش من ريحه المتره والريحه الوحشه اللي هي هنا دلوقتي دي. زي ما حضرتك شايف كده الزباله والميه، ورحنا كذا مره لمجلس المدينه ما فيش فايده ولا حد بيسال. طبعا كل زجيه او كل ما نيجي نسجي تبهدل، بننزل الترعه بالهريسه وناموس وامراض، يعني حاجه غير ادميه بالمره. واحنا مش عارفين ايه الحل دلوقتي، ايه الحل؟ يعني الناس بتجيها امراض وبالهريسيا ومن الوضع الحالي، والزباله بتترمي. شكينا كذا مره وبتوع الري ما بيسالوش. الفلاح عشان يسجي بينزل الترعه 10 15 مره في الساعه، فده وضع مش عارفين ايه اخره يعني او ايه حله.